انا طلبت من المحاسب يا عمي انه يجيب لي الفايلز بتاعت مشروع الخمايل عشان ابص فيها، ورد عليا رد غريب جدا. قال لي لو عايزاهم اطلبيهم من مدام راويه. فعلا هو قال لي، وانا سالته عن السبب. سبب؟ السبب يا راويه ان انا بقيت بشتغل في الشركه وليا فيها زي ما ليكي بالظبط، وبما اني قاعده ما بعملش حاجه قلت ابص في الفايلز القديمه علشان افهم فلوسي وفلوس ولادي بتروح فين. بعد اذن عمي. شوفي يا حبيبتي، الواحد بيطلع السلم خطوه خطوه، عشان لو طلعناه بسرعه هنقع برضه بسرعه. انا قلت للمحاسب يستنى شويه لحد ما اعرف انت عايزه تعرفي ايه بالظبط واقول لك عليه. خالد تعالى الشركه من بكره، انا فرشت لك مكتب. الله، خبر حلو قوي. وانت يا صوفيا اي حاجه عايزه تعرفيها تعرفيها من خالد بشكل مباشر. ميرسي يا عمي. خالد دلوقتي هو المدير المسؤول، اي حاجه عايزه تعرفيها تعرفيها منه. مساء الخير. ايه اللي جابك كده؟ بابا اهدى لو سمحت يا بابا. هنعرف ان انتوا عيله كبيره وكرمة مع الغريب قبل القريب. انت مين يا ست انت؟ اطلعي بره وخدي الزباله دي معاكي. انا اعرف اكرمكم ازاي. يا بابا، بابا لو سمحت اهدى، عيب كده، دول في بيتنا يعني. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه البجاحه وقله الادب دي؟ اطلعي بره. ده لو سمحت اهدى، دول في بيتنا، ما ينفعش ناخد مناظر. هعرفها مقامها. انت بتعمل ايه؟ ولا تسوى. مفيش الكلام ده. هتعمل ايه يا بابا؟ سيبني يا خالد. لا سيبني بابا. سيبني يا خالد. ايه يا بابا اللي انت بتعمله ده؟ هتودينا في داهيه. يا بابا ما ينفعش كده، سيب السرعه اللي في ايدك ده. ايه ده؟ ها؟ ايه الكلام ده؟ عمي ده حفيدك ابن يوسف، انت الوحيد اللي عارف ان هو ابني. لما جيت شقتي وخدت ورقه الجواز بتاعتنا قطعتها بقى ولا حرقتها، معرفش عملت فيها ايه، بس انت عارف متأكد. عندك حق ما تبقاش طايق تشوف وشي. قتلت ابنك بس هربي حفيدك، لان حياه حفيدك كانت مقابل حياه ابنك، وانا كان لازم اختار بين ابني وابنك. امشي اطلعي بره. انت بنتي جايه من الشارع وعرفتي ازاي تستغفلي ابني وتضحكي عليه؟ لا مش صحيح، عشان انت عارف يوسف كويس قوي وعارفه اكتر مني كمان، وكل واحد فيكم عارف يوسف، مستحيل حد يعرف يضحك عليه. اطلعي بره بقى. طب تعالى بص في وشه، شوف حفيدك، هتتاكد ان هو ابن يوسف؟ اطلعي بره، اطلعي بره، والا قسما عظما اقتلك. اطلعي بره بقى. انا مش عارفه البلاوي دي بتتحدف علينا منين. تعالى يا عمي، تعالى تعالى تعالى. يلا يا بنتي، قادر ربنا يجيب لك حقك. يلا يلا يا ليلى. انا مصدقك بس مش من هنا دلوقتي، امشي دلوقتي. يلا يا ليلى يلا. لحظه واحده، السواق موجود، هيوصلكم في اي حته انتوا عايزينها. يوسف كان قايل لي ان هو عنده اخ توأم، مش قادرة أتخيل الشباب اللي بينكوا ازاي كبير كده. خالد انت مصدقني؟ مش مهم. ده الكارت بتاعي، عليه النمر بتاعتي كلها، كلميني في أي وقت لو عوزتي حاجة. Thank you.
صعبت عليك؟ آه. رغم اللي عملته؟ هي غلطانة، بس يوسف الله يرحمه كمان غلطان. حرام حرام تحسب على غلطها وغلط يوسف. انت حاسس ان الولد ابن يوسف فعلا؟ مش مهم انا حاسس ايه، انت ليه اديتها الكارت بتاعك يا خالد؟ يمكن عشان خلفتي قبل كده عمرك ما هتحسي الاحساس اللي انا حسيته، او يمكن لو انا كنت خلفت ما كنتش عملت معاها كده اصلا. بس انا صعب عليا البيبي يكبر ويتعذب في حياته، يبقى طفل بدون هوية، هيواجه الدنيا ازاي ده؟ لا لا لا، انا هقول لك، انت عملت كده علشان انت انسان كويس، انت حسيت بالمسؤوليه ناحيتها، وده اكبر دليل على ان انت انسان كويس. ممكن تكون انت فكرتك عن نفسك ان انت شخص مش كويس، بس عادي، ده في ناس بتعيش سنين من عمرها وهي مش فاهمه نفسها ومش مقدره قيمه نفسها. تقصدي ايه؟ تقصدي ان انا عبيط يعني؟ لا، ما اقصدش ان انت عبيط، اقصد ان انت شخص حساس، انت انسان، انت في لحظه قررت انك تساعدها سواء كانت صادقه او كذابه، انت في لحظه نسيت كل العداوه اللي بينك وبينها، ونسيت اللي هي عملته، ومجرد ما شفت الطفل اللي على ايديها ونسيت ان هي قتلت اخوه. لا، ما نسيتش ان هي قتلت اخويا. اوكي، ما نسيتش ان هي قتلت اخوك، لكن برضو قررت تساعدها، ومش هنفي ان ممكن يكون جزء كبير من ده السبب فيه هو حرمانك من الاطفال، لكن ستيل السبب الرئيسي في اللي انت عملته هو ان انت انسان طيب، وطيب قوي كمان. اوقات كتيره الطيبه بتبقى حاجه وحشه،